يا عيال يا عيال يلا ابوي حمدان حبيبي السلام عليكم يا دو. عليكم السلام والرحمه حبيت الكعبه السلام عليكم عليكم طيرتوا البرقع يا عيال طيرتوه يلا حبيت الكعبه جاهزين حق القصه يا عيال ما شاء الله متحمسين العيال متحمس وايد وايد متحمس يا سلام عليك انت دوم كذا تعيبني يلا صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام على صوتك عليه السلام والسلام حبيبي عليه الصلاة والسلام خلط ما بين السلام عليكم وما عليه مسموح انت كان يا ما كان في قديم الزمان كان في ريال تاجر شو؟ تاجر وكان عنده بس بنت وحدة اسمها سميرة شو اسمها؟ سميرة كان يحب سميرة وايد وعنده زوجته فشو كان يسوي؟ كان هذا التاجر يوم يسافر ياخذ زوجته وسميرة ويروحون كل البلدان ويشتري هدايا وايد حق سميرة لأن بنته الوحيدة عشان هو يحب بنته وايد بعدين في يوم من الأيام مرضت أم سميرة وراح يحاول يعالجها ما في فايدة لين توفت تم التاجر توفت خلاص يعني كل حد يتجمع على المكان خلاص هي خلاص حبيبي توفت ودوها ودفنوها الله يرحمها المهم ما عرف شو يسوي التاجر قال الحين سميرة بتم بروحها تم حزين قرر يتزوج قرر شو؟ تزوج وحدة ثانية صح صار في المنطقة قال لهم شوفوا لي وحدة حتى لو مطلقة لو أرملة عندها عيال مو مشكلة بس أنا أبغيها أتي وتداري منو سميرة وتحب سميرة المهم إذا ما حد يحب سميرة خلاص ما بيتزوج صح كلامك المهم حصلوا له وحدة عندها ثلاث بنات عندها كم؟ ثلاث بنات عندها ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة استووا أربع بنات شاطر ولدي المهم عاشوا في البيت تزوجها وصار أبو سميرة يحب منو؟ يحب بنات الحرمة مثل ما يحب سميرة. يعني هو ما كان يفرق بينهم يعني إذا ما يحب العيال الثلاثة بس يحب سميرة العيال بيزعلوا وما بيلعبوا معاه صح حبيبي بس صح بس إذا هي تتقرب منهم تلعب معاهم يحبوها بارك الله فيك بعدين قرر يسافر أبو سميرة سافر ورد يوم رد جايب وايد هدايا قام يوزعهم على كل البنات يعني أول شيء سميرة بعدين ثانية بعدين ثانية بعدين ثانية أيوة للأربع عطاهم كلهم هدايا تم ما يفرق بين البنات كل مرة يسافر يصير يجيب هدايا حق أربع البنات لين يوم رجع ويايب الهدايا كانت أم البنات شو تقول حق بناتها تقول يوم أبو سميرة بيي أي واحد بيسألها تقول إنها تحبه وايد بس ما كانت تفهم سميرة هالكلام أصلاً سميرة بنتها وتحب أبوها صدق يعني مو بكذب بس هذيك جالسة تعلم بناتها إن أنتوا قولوا نحبك عشان يعطيهم الهدايا عشان ما يعطي سميرة بعد نفس الشيء يمكن بس بعدين في القصة أنا بقول لك شو بيستوي المهم في يوم من الأيام رجع الأبو من السفر ويايب هدايا حق الأربع بنات راحت الأم تقولش الأولية لا تنسين اللي قلت لك إياه قالها ها أنت تحبيني قالت لنا أحبك قد الدنيا راح عند الثانية عطاها هدية قالها أنت تحبيني قالت أحبك وايد راح عند الثالثة كلهم قالوا راح عند سميرة
هو يتوقع سميرة بتقول له كلام نفسهم، لأن سميرة تحبه صدق. بس هي ما قالت. ما قالت مثلهم، قالت شيء ثاني. أنا بقول لك شو قالت. قالها يا بنتي أنتي تحبيني؟ قالت له أنا أحبك مثل ما أحب الملح. مثل ما أحب شو؟ الملح. الملح. طبعاً هو استغرب. قامت مرت الأبو تقول له شوف بناتي يحبونك وايد وسميرة ما تحبك وبناتي أحسن وسميرة مو بزينة. عصب الأبو، عصب وايد. شو سوى تتوقعون؟ شو أتوقع أنه سوى ورب العيال الصغيرين أنه سميرة. لا حبيبي، أتوقع أنه طلقها. لا، أنت شو تتوقع؟ زعل منهم. زعل منهم. ها شو توقعاتكم انتوا يا سيري كذا؟ ها اتوقع شو ان زعل منهم ما يحبهم. لا، الابو هذا التاجر زعل من سميره لان قالت له انا احبك مثل الملح. شو سوى؟ قام وطرد سميره من البيت وهو معصب. وذاك اليوم كان وايد مطر ورعد وبرق، وسميره بردانه وايد بردانة وكانت خايفة لأن في الليل. وتمت تمشي حليلها تمشي 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 لين لين ما تعبت. تعبت أكيد، بس وين وصلت؟ وصلت عند قصر، وقفت تحت المظلة وهي تصيح وترتجف بردانة. بالصدفة شافها الطباخ مال القصر. من هو اللي شافها؟ الطباخ. الطباخ شافها حليلة كسرت خاطره، قال لها دشي داخل وهي صغيرة. دخلها المطبخ بدون ما يشوفونها أهل القصر وعطاها أكل وخلاها تعيش في القصر سنوات، بس ما حد يشوفها من أهل القصر ولا يدرون إن في بنت وين؟ في المطبخ. في وين؟ في المطبخ. صح صح، في المطبخ. عقب في يوم من الأيام نزل ولد راعي القصر، كان يعان في الليل ونزل راح المطبخ. منو شاف؟ سميرة. سميرة عاد سميرة استوت كبيرة شوية وجميلة ومؤدبة وخلوقة، كانت ياسي حليلة فيها. وخلاها بالقصر. خلاها بالقصر، بس تعرف شو سوى؟ صار عند أمه كان يقولها أنا بتزوج وحدة موجودة في المطبخ. وين؟ المطبخ. في المطبخ. قالت له كيف؟ قال انتي تعالي شوفيها. شافتها لقيتها بنت جميلة وشكلها وايد حلو وأنيقة ومؤدبة. شكلها أبيض. عاد هي سميرة الجميلة. انزين اتزوجها وتمت عايشة في القصر واستوت مثل الأميرات. وفي يوم من الأيام كانت واقفة عند الدريشة، شافت ريال شيب واقف في المطر ويصيح. قالت حق الخدم روح يجيبوا هذا الريال وعززوه وكرموه وعطوه أكل. المهم يابوا الريال ويلس في القصر وسووا له أكل. قالت بس ها في الأكل لا تحطون ملح. لا تحطون شو؟ ملح. ملح. يابوا الريال، هي حسبته هو ما يحب الملح بس يحب الملح. هي وحطوا المهم الأكل. شافت الريال ما يأكل. ليش ما يأكل؟ عشان ما في ملح. عشان ما في ملح. صح، عشان ما في ملح. يوم شافته ما ياكل قالت له تعرفني انا منو؟ انا بنتك سميره اللي طردتني بسبه الملح. استحى ابوها وتم يعتذر وحضنها ويلس يصيح. وقامت هي وسامحته لان هذا ابوها، وواجب على كل انسان يسامح والديه لو شو ما صار، لأن هذه له والدينا. صح ولا لا؟ صح. هذه الموعظة في قصتنا، إن الإنسان يسامح أبوه وأمه لو شو ما صار. يلا حبايبي أشوفكم. طيب أنت عيونك تدفنة، تقوموا سيروا رقدوا، قوموا حبايبي قوموا. يلا بارك الله فيكم، وانت من أهل الخير بويا. على خير. وانت من اهل الخير. سمعين على خير. وانت من اهل الخير. ها انت تضاربون داخل. ما اضارب. ايه وما ابغى اسمع حس حد. يلا قولوا بسم الله.